هلا اجى الوقت انه نفرجيكم كيف بيسجلوا موسيقى باب الحاره مع الموسيقار الكبير سعد الحسيني اللي هو مؤلف الموسيقى التصويريه لمسلسل باب الحاره. كيفك استاذ سعد؟ اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، تشرفت فيك اليوم بالاستديو. شكرا، شرفنا. اهلا وسهلا. هل توقعت انه الموسيقى اللي الفتها لمسلسل باب الحاره تنجح لهالدرجه؟ لا، احنا توقعنا الجزء الثاني وقت كانت بنتي عم بتساويه، حطت الموسيقى وبلشت تشتغل، كان عمرها 14 سنه. ما في شك انه اي اغنيه بتتغنى بصدق عن الام رح توصل لقلوب كل العالم. شاركت بدار الاوبرا عده مرات، نلت تكريم كمان بدار الاوبرا، شاركت مع فرقه الرقه للفنون الشعبيه، سجلت شارتين كتير حلوين لسبيس تون. عم نعطي شو جواتنا مشان الجمهور نشوف اذا حبوا، اذا حبوا الجمهور معناتها الرساله وصلت. هذا اول استديو ديجيتال بالوطن العربي. انا بشكرك كثير الشيء اللي عم تعمله، تشرفت اني عرفتك بالفيديو الاول اللي اشتغلت معك فيه، وهلا هذا الفيديو الثاني اللي انت عم تشتغله. انت وقت عم تيجي تشتغل عن دمشق وعن الشام هذا بيدل على اصالتك. شكرا. يعني وقت اللي اكلوا من خيراتها خزلوها، اللي ما اكلوا من خيراتها اجوا يساعدوها. شكرا لك. العكس، شكرا لكم. عن هالأيام بتحكي.